وللمزيد من التحليل ينضم إلينا الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. أستاذ جميل، بعد صباح الخير، ما الجديد الذي أضافه اجتماع بروسل لصالح القضية الفلسطينية من حيث وقف هذا العدوان وهذه الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل على الشعب الفلسطيني، وأيضا من حيث الدعم في اتجاه تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني في غزة وفي رفح؟ في البداية طبعا صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم. وعلى السادة المشاهدين. هو في الوقت الحالي ان يجب على المجتمع الدولي، طبعا الاتحاد الاوروبي وهذا الاجتماع الذي عقد، وعلى المجتمع الدولي ان هم يتحركوا للضغط على اسرائيل بكل الطرق من اجل الوصول الى وقف فوري للعمليات العسكرية من خلال انفاذ المساعدات بشكل اكبر من ذلك بكثير، منع استهداف المدنيين. احنا شايفين النهارده بالفعل تم قصف احد المخيمات، مجزرة جديدة الحقيقة قامت بها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني على مدينة رفح. مجزرة جديدة تضاف للمجازر اللي بتتم على مدار التاريخ اسرائيل منذ احتلال عام 48. والمجازر بقى اللي العالم كله بيشهدها في الوقت الحالي من يوم 7 اكتوبر حتى الآن، أكثر من 36 ألف شهيد، أكثر من 100 ألف مصاب ومفقود. كل ده بالطبع يعني العالم كله لم يتحرك له ساكن. هو تصريحات، إحنا بنسمع تصريحات ومواقف من بعض الدول، ولكن لا يوجد ضغط حقيقي على إسرائيل في الوقت الحالي. الضغط الحقيقي بمنع المساعدات، منع مد إسرائيل بالسلاح، منع دعم اسرائيل دوليا. يعني هو اسرائيل الدعم العسكري والسياسي هو الاهم طبعا يا استاذ جميل، ما فيش شك، الذي يقدم من قبل الولايات المتحده في المقام الاول بجانب بعض الدول الاوروبيه. بالضبط، هو بعض الدول الاوروبيه والولايات المتحده الامريكيه تقدم لها الدعم بالسلاح، تقدم لها الدعم المادي حتى وقتنا هذا. فيجب ان يتم وقف هذا الدعم. يجب على الولايات المتحدة الأمريكية كمان أنها تطلع بمسؤولياتها الحقيقية. يجب أن لا يكون هناك ازدواجية في المعايير فيما يحدث في على أراضي قطاع غزة. ما يحدث في قطاع غزة في الوقت الحالي هو إبادة جماعية للشعب بالفعل، محاولة تصفية القضية الفلسطينية، العمل على تصفية القضية وتهجير المواطنين من على الأرض. صحيح. طبعا ده الأمر اللي واقف فيه مصر بقوة ورفضاه تماما، ووضع الرئيس عبد الفتاح السيسي خط أحمر واضح لعدم تجاوز هذا الخط من قبل طبعا الجانب الإسرائيلي. نعم. بتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين إلى سيناء أو إلى أي دولة أخرى، لأن فيما معناه نهاية القضية الفلسطينية. بالفعل. طبعا على المجتمع الدولي في الوقت الحالي أن يتحرك، على المجتمع الدولي أن يتخذ قرارات. إسرائيل تعلم جيدا أنه لن يؤخذ ضدها قرار واضح وصريح في مجلس الأمن، لن يصدر ضدها قرار، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم حق النقد الفيتو في كل قرار يؤخذ ضد إسرائيل. بالفعل. بشكرك شكرا جزيلا ضيفي الكريم عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام.